أستاذ مادة فنون تطبيقية، عنصر مجموعة ديال جمعية فنون تشكيلية بالداخلة. نظمنا هذا المعرض تحت بعنوان نظرة، طلبا للإشعاع بالفن بالمنطقة، وفكرنا مستقبلا باش نعملوا أعمال تحسيسية وإشعاع أكبر من مناطق مجاورة مثل أوسرد، بيرغندوز، وما كرهناش نشوفوا مثلا يكون يخدموا معنا حتى الأساسي الفنانين اللي عندهم مكانة في المغرب وإلا كانوا شي مشاريع مستقبلا. جمعية الفنون التشكيلية بالداخلة اللي كتكون من أساتذة ديال المادة التربية التشكيلية بالداخلة، وهذا المعرض هو عنوان ديالو نظرة. نظرة يعني على اللوحات الفنية التشكيلية اللي كتكون مجموعة من اللوحات ديال اساتذه ماده فنون تشكيليه بالداخله، وهذا اول معرض لهذه الجمعيه الداخله، اول نشاه ديالها كذلك، وهذه النشاه ان شاء الله يعني عندها واحد المستقبل من هنا لقدام ان شاء الله باش نفتحوا على هذه المدينه ديال الداخله. بالنسبه لهذا المعرض اللي المده ديالو من 12 ماي الى 27 يونيو، يعني المده الزمنيه تقريبا شهر و12 يوم. وبالنسبه لهذا المعرض هو اللي كيتكون مجموعه ديال الاساتذه اللي كيدرسوا في هذه المادة ديال الفنون التشكيلية بالداخلة، يعني بمستوى الإعدادي. والموضوع كذلك هو اللي قلنا الموضوع ديال النظرة، والنظرة عرفنا بلي النظرة هي النظرة على اللوحات الفنية التشكيلية اللي كتكون مجموعة من اللوحات مختلفة الأنواع على حسب الاسم ديال اللوحة، مثلا فيغوراسيون إلى أبستري وكذلك نيو أبستري إلى آخره. سلمى طياش من مؤسسة وادي الذهب الإعدادية بالداخلة. هذا المعرض تحت الشرف ديال الجمعية للفنون التشكيلية بالداخلة، لهذه اللوحات رسموها جميع الأساتذة الفنون التشكيلية، والشعار ديال هذه المؤسسة هو نظرة. وبالرأي ديالي بأن هذه اللوحات كتعطي واحد نظرة للإنسان اللي يتمكن بأنه يعطي واحد تعبير داخلي. وبالنسبة للشعار ديال هذه الجمعية وهو نظرة، أن اللوحات كتعطي نظرة للطبيعة وكتعطي نظرة للإنسان. فمثلا حالات الشعور ديال الإنسان مثلا الطبيعة، مثلا منظر الغروب ومنظر الشروق. اليوم جمعية الفنون التشكيلية قامت بواحد مبادرة للرقي بالحس الجمالي، كيفنا كنلاحظوا بزاف ديال الطابلويات الألواح اللي حاول بعض الفنانين كالفنان سعيد بوهلالي يمثلوا بعض الأحاسيس، وكنشكرهم على هذه المبادرة، وكنبغيوها تعاود ديما في الداخل. Thank you.